اللي قاعد حاضرون حاضرين كلهم الناس اللي حضروا غنقيدوهم نسجلوهم وغنديروا واحد رساله جماعيه على المشاكل كل اللي عندنا كنخبطوا بها واحد يكتب لنا رساله ونهضروا جماعه اش المشاكل كلها احنا ما حليناش غير جوج مشاكل عادي شنو كامله شوف خلينا نتكلموا على الظروف الانيه اسمح لي سيدي الظروف الانيه باش مفعوم من المشاكل حدنا المشاكل هذا راه معانا راه معانا سي عمر عندنا المشاكل الا راه معانا معانا عندنا جوج الحق عندنا قصص وعندنا تذكير انا عالق انا عالق انا ماشي في الوزاره ما كنهضرش عليك انت كنهضر عليهم هما الله يرحم باك اللي بغى يهضر يسالي واحد الهضره ديالو والاخر باش ما تضيعش الوقت تقول لي المشاكل اللي عندكم من نهار خرج الاستعمار حنا بالمشاكل اللي يوميا شوفوا دابا العالقين شكون اللي كاين؟ كاين العالقين وكاين الطلبه هما اللي كنهضروا عليهم العالقين والطلبه لان الطلبه حتى هما مكرمين ربما العالق جا بارك عند العائله ديالو والطالب بارك بوحدو كاري بوحدو وكيطيب بوحدو عنده مشاكل بوحدو وحنا عندنا العالقين وعندنا الطلبه بجوج ندافعوا لهم حنا كنقولوش اولا رساله كما غنديروا فيها المشاكل بانه هاد الناس اللي جاو تا هما راه كلهم عيال صغار وعاد الناس كاين اللي ولدات كاين اللي في السبيطار كاين اللي كذا يعني راه ما عندهمش فلوس راه العائله ديالهم اللي مخلصه عليهم ما عندهم لا باش يديروا تحليله ولا باش يخلصوا تذكيره ولا حتى شي حاجه ما عندهمش واللي عالق راه واخا يجيب شحال من مليون راه برك ربع شهور وزياده راه غادي يطب الفلوس هذا واخا يكون ما عرفتش عنده عنده مال قارون ربع شهور ترمي كل شيء هذه هي الاولى رساله جماعيه تبارك الله وديروا فيها اللائحه كامله هذه كاين جوج رسائل اللي غادي دار الرساله الاولى فيها الاسماء ديالنا والتوقيعات ديالنا وفيها الموضوع علاش الموضوع ديال التحاليل يشوفوا لنا الموضوع ديال التحاليل كيفاش نديرو وقضيات التدافير هذا الموضوع الموضوع الثاني وهو الناس اللي مقطع وبالاخص قطع في العربيه اللي قطع في العربيه وقطع في الارض بعد خطاب بوريطه بعد الرمضاني اللي تلاقى معاه وشرح لكم بعد هذاك شرح لكم اش قال لكم قال لكم اللي غادي يدخلوا الطائرات اللي غادي ينزلوا للمغرب وهي الارام والعربيه فكاين الناس من اللي هضر هو هذيك الساعه في الليل خرج الفيديو في الليل الناس الصباح مشات قطعات في العربيه او قطعات في الارام ولكن في نفس الوقت خليك كمل اختي خليك هاد الناس اللي قطعوا ملي قال لهم الوزير سيروا العربيه داروا الثقه في الوزير ومشاو قطعوا في العربيه وخلاو التذكير اللي عندهم ديال بريتيش ولا ديال شي قطاع شي بلاصه بريتيش داروا العراه مشيو هاد الناس اللي ما عنده شي مسكين بلاتي عشرين هاد الناس اللي قطعوا اللي عاودوا قطعوا كل واحد غادي يكتب رساله ديالو اش غادي يدير فيها غادي يدير فيها لا اللي قطعوا العربيه وتلغاو جلست يومين صيفطوا لهم انيلاسيون غادي يدير فوتوكوبي ديال غادي يصور لهم في التليفون يصيفطوا لهم باري باي غادي يصيفط لهم البيني اللي قطع في العربيه ويصيفط لهم لانيلاسيون بانه هذا الوزير اللي قال لنا هذه الهضره وتقنا فيه ودرناه فيه وحنا مشينا قطعنا ها هما رفضوا لينا اذا باش خصم هما يصيفطوا للارام باي حق نقطعنا في الارام باي حق اي حق دابا بلاتي لا باي حق نكمل هذا لا لا, لا لا باش قول لي الارام كمل خلي ثلاث ايام بس انا ماشي اللي كان ولكن كنعطيه باش ماشي خويا بلاتي بلاتي خلي نكمل لك غادي نوصل اول حاجه غنقيدوا حنا كاملين ونديروا رساله مجموعه واللي عنده العربيه ولا عندو لارام وقطع بعد الوزير غير حاليا حنا ما يقولناش العربيه ولا لارام هذه ما عندناش ما يفرضش هاد السيد قالك ما يفرضوش علينا ما يفرضوش علينا انا بجيبي الخطوط نهار تخلص عليا المغرب وتجيب لي لارام فابور نمشي
ونهار دير لا رمضان بثمن رايني دابا نتايا وانا نتايا غادي دير رساله بوحدك علاش دير عنده راي انا انا اللي خلاص دير رساله بوحدك عودة من جديد. وقف الاحتجاجية التي تنظم من طرف مغاربة العالقين ومغاربة بريطانيا. غير للتذكير كما اللي قلت البارح على ان الوقفة هي وقفة احتجاجية ما كيتبناها حتى شي جهة معنية، هذه مجرد ذات عفوية. احنا طبعا هما يتحملوا المسؤولية، هما سدوا عليا الحدود، حبسوا عليا الحدود، جاي على 10 ايام ولي تبارك 4 شهور، فلوسي مشاو ليا، كلشي مابقاش عندي، ما عندي لا باش نقطع ولا باش ندير ولا باش ناكل ولا باش نعس، ما عندي حتى حاجة. وحنا حتى البارح هذه هي معاناة المغاربة العالقين. الاعتصام إلا أن يكون الحد، هنا الاعتصام وهنا النضال وهنا الاحتجاج وهنا الدفاع، إلا أن تتحقق مطالب الجارية ومطالب الطلبة ومطالب العالقين. والقنصلية هي التي تتحمل مسؤولية هذا الشعب المغربي الذي يريد أن يعود إلى الأرض الوطن. هناك كاين ناس مخلين أولادهم، كاين ناس عندهم موتى، كاين ناس عندهم مرضى، وكذلك العالقين امراه بدون مأوى. فلذلك يجب عليكم الحل في اقرب وقت. كانوا نتمناو ايجاد الحل في اقرب وقت. للتذكير ان الافراد ديال المغاربه العالقين والافراد الجاليه مازالوا انتظار دخول القنصليه باش يقدموا الرساله ديالهم. الحمد لله وحنا اعلى جينا، والقنصل لله وحنا اعلى جينا، بلادنا رجعوا ليها للتذكير ان بعض المغاربه العالقين قضوا الليله ديالهم البارح هنا في العراء، ولكن نبغي نوضح انهم وجدوا تضامن كبير من طرف الجاليه المغربيه وحتى الجاليه العربيه. الخطوط المغربية، إبداع
الداع في الشعارات، هذا شعار مهم اللي كيهم المغاربه العالقين ولا الجاليه. الجاليه سواء العالقين بالمغرب ولا هذا، تستنكر الاثمنه الباهظه اللي بدات كتعرفها لا الخطوط الملكيه ولا العربيه، وهي اللي محتكره السوق هذه اللحظه هذا. الإخوان الأخوات اللي عادوا التحقوا بنا، تذكير هذه وقفة احتجاجية أمام القنصلية المغربية المتواجدة بغرب لندن، وبالضبط منطقة بادينغتون على حي بادينغتون، والوقفة احتجاجية استنكارا لتعامل الحكومة المغربية مع ملف العالقين، وحتى العودة ديال المغاربة المقيمين ببريطانيا إلى أرض الوطن. شعارات عفوية كتعبر عن مطالب الأفراد الجالية المغربية العالقين، وحتى أفراد الجالية المقيمة ببريطانيا. وكنطلب من متتبعي منبر جمعية أبناء العرائش بالمهجر أن يشاركوا هذا الفيديو هذا باش يوصل للمسؤولين، ويشاركوه على نطاق واسع. هذا هو أضعف ما يمكن أن نقدمه لنا حنا كجمعية أبناء العرائش بالمهجر. حاولوا تبارطاجيو باش يتشارك الفيديو على نطاق واسع. جاد حال المغاربة العالقين كيدخل في الأولويات ديال هو أنهم خصهم يوجدوا محل. مجموعة ديال المغاربة العالقين بحال اللي كنبغي نذكر أنهم قضاو الليلة ديالهم البارح هنا في العراء، وغير الإخوان الأخوات اللي عاد التحقوا بنا أنهم وجدوا تضامن كبير من طرف أفراد الجالية. الآن كنشوفوا أن
الوفد ولا الخلية اللي تم إنتاجها أو اللجنة غتلتحق الآن بالدخول بس تحاول تكلم مع القنصل وفي انتظار يخرجوا ويعطيونا تصريحات شنو قالوا شنو فيكم. تحية للجميع وحاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش توصل الرسالة ديال سواء المغاربة بريطانيا أو المغاربة العالقين. تحية للجميع ولنا نعود بعد قليل.